السلام عليكم ورمضان مبارك على الإخوة المسلمين. اسمي أحمد وأعمل كطبيب بمستشفى رويال لندن. لقد ضرب وباء كوفيد-19 مجتمعاتنا بقوة، لذلك ينبغي أن تشمل التجهيزات لشهر رمضان خطوات لحماية أنفسنا، أحبائنا والناس الأكثر عرضة للمرض. إن التطعيم هو أكثر الطرق فعالية للحماية ضد كوفيد-19، ومن الواجب علينا كمسلمين الحفاظ على الحياة. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فعليك أن تقبل التطعيم ما أن يتم عرضه عليك. أعلم أن بعض الناس لديهم تحفظات حول أخذ التطعيم خلال شهر رمضان، ولذلك فقد قامت الجمعية الطبية الإسلامية البريطانية بمراجعة تحليلات علماء الإسلام، وتأكدت أن التطعيم لا يبطل الصوم. فالتطعيم مسموح دينيا، حيث أنه لا يحتوي أي من مشتقات الخنزير أو منتجات حيوانية أو أجنة أو الكحول. إذا كان عندك قلق حول أخذ التطعيم في شهر رمضان، تحدث إلى أقرب إمام للمشورة. إذا كنت تأخذ وصفات طبية، استمر في تعاطي أدويتك في رمضان، ولكن تأكد من طبيبك إذا كان عليك تغيير الجرعات أو أوقات أخذ الدواء. إذا كنت تعاني من مرض السكري وترغب بالصيام، تحدث إلى طبيبك أو ممرض السكري لديك حتى تتمكن من الصيام بطريقة آمنة. في النهاية، أود أن أشكر كل من تلقى التطعيم، كل من سوف يتلقاه، وكل القائمين على توزيعه.